لا دونك نبداو غادي نديرو التصحيح ديال التمرين التطبيقي اللي عطيتكم اولا حول خاصيه تساوي دالتين عدديتين وقلنا جوج ديال الشروط اللي خاصك باغي توفر في اي داله والداله اف و جي دالتين اف و جي عفوا لكي نقول ان هاتين الدالتين متساويتين. الشرط الاول انهم تكون عندهم نفس مجموعه التعريف. الشرط الثاني نفس مجموعة التعريف لكل إكس من نفس مجموعة التعريف واش عندهم نفس الصورة بكلتا الدالتين ديك الساعة فين كنقارن التعبير ديال إف دو إكس مع جي دو إكس. فالمثال الأولاني خلينا إف دو إكس تساوي إكس ناقص واحد خلينا جي دو إكس تساوي إكس أو كاري ناقص واحد x أو كاري ناقص واحد على x زائد واحد x زائد واحد. بالنسبة للدالة الأولانية f هي دالة حدودية معرفة على r إذا مجموعة تعريف ديال الدالة f هي r. أما بالنسبة للدالة الثانية t دو جي هي دالة جذرية والشرط اللي غادي نوضع هنايا هو على المقام x زائد واحد خاصو يخالف الصفر وباش يخالف ليا الصفر خاص x يخالف ناقص واحد إذا مجموعة أعداد حقيقية بحيث x زائد واحد يخالف الصفر أي زائد واحد يخالف الصفر أي x تخالف ناقص واحد أي r ما عدا ناقص واحد اللي هو المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد مجال ناقص زائد ما لا نهاية وهذا المجال بطبيعة الحال راه ماشي هو المجال r. إذا عندي مجموعتي التعريف مختلفتين وي مختلفتين وبالتالي نقدر نقول بان الدالتين بلا ما نشوف الشرط الاخر اللي ما كاينش اصلا دونك نقدر نقول ان الدالتين اف و جي دالتين مختلف. بالنسبه للمثال الثاني اول حاجه مقارنه مجموعتي تعريف الدالتين يتم تحديدهما جوجهم عندي دوال جذريه هنا الشرط خاصو يتحط على اكس يخالف الصفر واكس زائد جوج يخالف الصفر اي ان اكس تخالف ناقص جوج وبالتالي مجموعة التعريف ديال الدالة f غادي تكون هي r ما عدا الصفر هو ناقص اثنان او نكتب ايضا r ما عدا الصفر هي r نجمة نحيد منها واحد هي ناقص جوج. دالة جي يمشي عند مجموعة التعريف دالة جي هي مجموعة اعداد حقيقية بحيث هذا الشيء كامل في المقام يكون يخالف الصفر جوج عددين باش يخالف الصفر خاص العددين جوجهم كلتا العددين يخالفان الصفر وهنا غادي يعطيني اكس ينتمي لار بحيث اكس يخالف الصفر وايضا اكس زائد جوج يخالف الصفر وهو اللي غادي يعطيني نفس مجموعة التعريف ديال الدالة اف ار مجموع ما عدا ناقص جوج دونك نستثني جوج ديال الاعداد. اذا الشرط الأول إذا دي دو إف كتساوي دي دو جي اللي هي نفس مجموعة التعريف نسميها دي دونك نوضع دي كتساوي إر مجمع ما عدا ناقص جوج واخا. دابا عاد نقدر ندوز للشرط الثاني. الشرط الأولاني ديجا متحقق دابا واخا ندوزو للشرط الثاني لكل إكس من نفس مجموعة التعريف بي واش اكس عنده نفس الصورة بكلتا الدالتين اف و جي يعني كنقارن هاد التعبيرين جي دو اكس و اف دو اكس دونك سوا كندير الفرق ديال هاد التعبيرين معا ونشوف واش يعطينا الصفر اذا الدالتين متساويتين الى عطاني شي حاجة اخرى من غير الصفر فان الدالتين غير متساويتين او كنمشي نطلق من احدى التعبيرين كنحاول نلقى التعبير الثاني بحال مثلا هنايا نقدر نطلق من اف دو اكس لدينا f دو x تساوي واحد على x ناقص واحد على x زائد جوج واخا. دونك بكل بساطة غادي نوحد المقام المقام الموحد هو x عام x زائد جوج هنايا غتولي x زائد جوج وهنايا ناقص x دونك بالتالي اش كتبقى جوج على x عامل x زائد جوج وهذه شنو هي هذه راه هي g دو x دونك كتبقى لكل x من مجموعة التعريف f دو x كتساوي g دو x. إذا الشرط الأولاني بلس الشرط الثاني نقدر نقول بأن الدالتين متساويتين دونك من واحد و اثنان ياك
لدينا اف تساوي جي، دالتين متساويتين، دالتين متساويتين.